صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات للمولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى انكم تكونوا فايقين على خير ومستمتعين برفقتنا من خلال برنامج للمولاتي، برنامج المراه الطفل والاسره، ومع فقرات متنوعه ان شاء الله كالعاده. غادي نبداوها بشهوات للمولاتي. اليوم غادي تشارك معنا المستمعه هدى الوجديه، مقيمه باسبانيا، وغادي نتعرفوا جميع على الشهوات والاقتراحات اللي غادي توجد لنا. كذلك غادي نمشيو باش نتعرفوا على الفائزات معنا اليوم في المسابقات اليوميه واللي كتمنحكم كل شهر الفوز بهدايا من ذهب، ونتمنى حظ سعيد فيها لكل مستمعات للمولاتي. واكيد غادي نمشيو لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، نتعرفوا على الحداقه ديالكم من مختلف مدن واقاليمنا المغربيه. الى عندكم اي نصائح منزليه ولا مطبخيه، اقتراحات ولا شيوات بغيتوا تقاسموها مع كل المستمعات، ما عليكم الا تواصلوا معنا ابتداء من 11 ل 12 على 05 22 88 00 60 61 62. لحظه غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا الاولى فقرتنا، فخليكم اوفياء للمولاتي ما تمشيو فيه. كنجدو ترحاب وتحية صباحية لكل المستمعين الأوفياء، وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشيو مباشرة الأولى فقرتنا شهوات للمولاتي عند هدى الوجدية مقيمة بإسبانيا، وغادي نتعرفوا جميع على كل الاقتراحات والشهوات اللي غادي توجد المستمعات اليوم. صباح الخير هدى. صباح الخير أختي سناء. لاباس عليك؟ على خير؟ لا باش الحمد لله، بارك الله. الله يبارك فيك، مرحبا بالمشاركة ديالك معنا اليوم وتشرفنا بالمعرفة ديالك هدى. شكرا لك أختي سناء، شرف ليا. بارك الله فيك. اول وصفه ان شاء الله غادي نقدم لكم هي وصفه ديال الحشا، سهله للافطار، كتوجد في دقائق. هكا الاخوات اللي كيعجزوا على وجبات الافطار هذه سهله باش يوجدوا. اييه. كنحتاجوا في المقادير جوج كيسان ونص ديال السميد خاص بالحرشة. كنحتاجوا بيضه كامله، اربعه ديال المعالق كبار ديال الزيت، ملعقه كبيره ديال العسل، شاسي عذرة خاصه بالحلوى، واحد نص ملعقة صغيرة ديال الملحة، وكاس ديال الحليب عادي. أيه. بطريقة كناخدو السميد كنوضعو في شي إناء وكنضيفو عليه كاع المكونات كاملين، يعني ما كنديروش كل مكون وحديتو، كنديرو كاع المكونات كاملين وكنخلطوهم غير بالطراب اليدوي. هاد الحرشة كتكون سائلة. أيه. كنخلطوهم مزيان، كناخدو واحد المقلة اللي كنطيبو فيها البغرير ولا مهم شي مقلة ما تكونش كتلصق. كندهنوها بالزبدة وكرشوها بالسميد وكنفرغو فيها الخليط ديال الحرشة. وكنحاولو أننا نمشيوها على ديك المقلة كاملة داك الخليط، وكنرشوها من الفوق بالسميد. كنخليوها تطيب على نار مهيله، هي في ساعه كطيب، يعني حضيو معها الاخوات باش ما تحرقش. اييه فعلا. كي كتشد في الطياب صافي كنقلبوها. اييه باش تطيبنا على الجهه وتحمر على جهتين. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت دغيا كتوجد. يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي. بالنسبه للوصفه الثانيه هي غريبه او البهله، واخا كل منطقه كي كيقولوا لها. أيه. بالنسبه للمقادير ديالها عندنا جوج كيسان ديال الزيت، كاس ديال السكر كلاصي، واحد الشاسي ديال الخميره ديال الحلوه. أيه. فاني، رشه ديال القرفه اللي ما كيبغيش القرفه ممكن انه يستغنى عليها، وعندنا الدقيق على حسب الخليط، وواحد زلافه غير اضافه، يعني اللي ما متوفرش عنده ممكن انه يستغنى عليها، واحد زلافه صغيره درت فيها البندق مهرمش واللوز والجلجل المطحون. هذه غير كاضافه باش تعطي، ولكن بصراحه كتعطي نسمه زوينه ومذاق مختلف. اييه كانت رائعه بهذا. صافي، كان اول مرحله كناخذوا الزيت والسكر كلاصي وكنخلطوهم مزيان غير بيدنا شي اناء، من بعد كنضيفو عليه المكسرات اللي قلت لك ورشه ديال القرفه والفاني، كنخدموهم مزيان. ممكن انا كنضيف واحد الملعقه صغيره ديال الزبده، والا ما كانتش متوفره معليش. صافي كنخلطو هاد المكونات كاملين، ومن بعد كنبقاو نضيفو الدقيق نضيفو الخميره، ومن بعد كنبقاو نضيفو الدقيق شوي بشوي حتى كتجمع لنا واحد العجينه تكون رطبه فعلا. صافي كنبقاو نشكلوها
كنديروا كرات الحجم اللي بغينا، كاين اللي كيبغيها تكون كبيره، كاين اللي كيبغيها تكون متوسطه، وكنرشوهم من الفوق يا بالقيفه يا كنوضعوا في الوسط ديالهم يا بندق يا لوز، يعني اللي متوفر. كندخلوها الفوم، خص في الاول نوضعوها لتحت ويكون النار فوقها. فوقها اييه باش تشقق. اييه حتى كتبدي تشقق لينا. عاد كنطلعوها تكمل الطياب ديالها. اييه. هي سهله وما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني ما فيهاش تتبات ولا تحكيها في الحكاكه ولا، يعني دغيا كتوجد هذه الغريبه. كنسحب الاخوات انهم يجربوها. اكيد ان شاء الله هدى غادي يجربوا الاقتراحات ديالك. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. ان شاء الله اختي بارك الله. نمشيو لاقتراح اخر. ان شاء الله. بالنسبه للاقتراح الثالث هي كيكه بالجوز والشوكولا والجزر. كتجي قمه في الروعه الصراحه. بالقرقاع وخيزو واو والجزر ايه واخا والشوكولا والشوكولات. المكون الثالث اللي مشى ليا القرقاع وخيزو والشوكولات. وفعلا يعني ديك الكيكه ديال الخيزو والقرقاع والشوكولات الصراحه كتجي زوينه بزاف. نتمنى المستمعات يسجلوا معنا المقادير والطريقه ويصايبوها لوليداتهم لانه غتعجبهم بزاف ان شاء الله. لهدى بالنسبه للمقادير عندنا ثلاثه ديال البيضات ايه، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، وكاس ديال الحليب. انا استعملت الحليب ديال الجوز يعني ديال القرقع، الا ما كانش متوفر ممكن انهم يستعملوا غير الحليب العادي. ايه. وعندنا واحد الكاس ديال القرقع مهرمش. وعندي واحد الجزارة خليتها باللب ديالها وقطعتها كرويات. ايه. عندي 70 غرام ديال الشوكولات قطعته غير بالسكين. وعندي واحد الملعقة كبيرة ديال الكاكاو مور. والدقيق على حسب النوعية، ممكن أنا تاخذ لك جوج ديال الكيسان ديال الدقيق، وممكن أنا تاخذ لك جوج كيسان ونص. وواحد شاسي ديال الخميرة ديال 7 غرام. ايه. بالنسبة للطريقة كنخدمو الزيت والبيض والجزر والسكر، كنخدموهم في الميكسور مزيان فكيطحنوا لينا مزيان. الزيت والبيض وخيزو والسكر. اييه وسنيده. حتى كيطحنوا مزيان في الخلاط الكهربائي. عاد كنضيفوا الحليب والكاكاو المر. واخا. ملعقه. كنخلطوهم مره ثانيه مزيان وكنفرغوا داك الخليط في شي اناء. كنضيفوا عليه القرقع مهرمش والشوكولات اللي قطعناه غير بالسكين. كنخلطوهم غير بالطراب اليدوي، ومن بعد كنضيفوا الخميره والدقيق. كنخلطوهم، كنكونوا دهنا المول ديالنا بالزبده ورشيناها بالدقيق، وكنفرغوا فيه الخليط وكندخلوها تطيب في الفرن. كنقصوا لها وكنخليوها تطيب على نار مهيله باش تطلع لينا مزيانه. ملي نخرجوها من بعد ما طيب كنوجدوا لها الكلاصاج. انا استعملت كاس ديال الكريمه ديال الخفق صغير. ايه كريم شونتي. ايه سخنته مزيان وضفت له 150 غرام ديال الشوكولات ابيض. ايه خليته يذوب غير في ديك الحراره ديال الكريمه وفرغته فوق الكيك، وخديت واحد 50 غرام ديال الشوكولات سوداء وذوبتها ودرت فوق الكيكه على شكل خطوط. اييه الله يعطيك الصحه، كتجي يعني الصراحه لذيذه ومعلكه تبارك الله عليك. ونتمنى المستمعات انهم يجربوها ان شاء الله. ان شاء الله اختي سعاد. بالنسبه للوصفه الرابعه تحليه ديال البسكوي، صراحه كتجي رائعه وماشي مكلفه بزاف. واخا. بالنسبه لهذه التحليه كنحتاجو 200 غرام ديال اي نوع بسكوي مفضل عند الاخوات، ربع لتر ديال الكريمه ديال الخفق، وربع لتر ديال الحليب، 4 ديال المعالق كبار ديال السكر، جوج معالق ديال النشا. بالنسبه للطريقه كناخذوا الحليب والكريمه وكنسخنوهم يعني حتى كيوليو دافيين شويه باش نقدروا نحطوا عليهم البسكوي ويرطب لينا. كنخليو داك البسكوي في داك الخليط ديال الحليب وكريمه الخفق واحد الدقيقه حتى كيرطب داك البسكوي، وكنطحنوه مزيان. من بعد كنضيفوا له 4 ديال المعالق ديال السكر وجوج معالق ديال النشا. وكنخلطوهم غير بالطراب اليدوي وكنمشيو نوضعوهم على نار مهيله وكنخليوها كطيب حتى كتولي عندنا واحد الكريمه. واخا.
وكنقدموها في الكؤوس كنخليوها حتى كتبرد عاد كنقدموها. فعلا تحليه ديسير خفيف سهل في التحضير، الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك اختي. بالنسبه للوصفه اللي غادي نقدم دابا هي ضنب. بزاف الاخوات واخا المشروب اي ديال الوليدات اي بلا ما نذكروا الاسماء واخا انا عندي هنايا كميه كثيره يعني هما يقدروا يديروا نصف المقادير. عندنا 3 لتر ديال الحليب وجوج ديال الياغورت الطبيعي والسكر على حسب الذوق. اييه بالنسبه للنكهه ممكن انهم يديروا فاني او النكهه اللي متوفره عندهم، انا كنستعمل نكهه الخوخ. كناخذوا الحليب والسكر كنطيبوه حتى كيفد لينا وتكون ديك الرغوه الفوق. كنحيدوا له ديك الرغوه اللي كتكون الفوق وكنخليوه في شي موضع حتى كيولي لينا دافي. يعني نوضعوا صبعنا وما يحرقناش. من بعد كنضيفوا عليه النكهه اللي بغينا وكنضيفوا داك الياغورت كنخلطوا غير بالطراب اليدوي نخلطوه مزيان وكنفرغوه في شي قنينات ونسدو عليه ونحاولوا اننا نغطيوه بشي مانطا ونوضعوه في شي مكان دافي. وصافي يعني تيوجد؟ لا كنخليوه يبات يعني بحال الا صايبناه في الليل حتى الصباح ونحلو عليه. يعني الليله كامله؟ اييه. الا كان الجو بارد، اما الا كان الجو سخون ما غاديش ياخذ ليهم بزاف ديال الوقت. فعلا هذاك الشيء دغيا يعني يقدر يوجد دغيا. وبالنسبه لهذا المشروب اللي تيبغيوه الوليدات راه ممكن انكم تزيدوا هكا الفواكه اللي بغيتوا من الفوق، يعني كيجي زوين الصراحه. اييه المكسرات. مكسرات. اييه يعطيك الصحه تبارك الله عليك. بارك الله فيك اختي سناء. بالنسبه للوصفه نتاع دابا غادي نقدم لكم كويرات بالاروز والجبن، صراحه كيجيو رائعين ما ياخذوش بزاف ديال الوقت. عندنا نحتاجو زلافه صغيره ديال الاروز، 3 ديال المعالق كبار ديال الجبن مبشور، بيضه كامله، عندنا ملعقه كبيره ممسوحه ديال المعدنوس مدقوق مزيان، عندنا ملعقه صغيره ديال البودره ديال البصل، عندنا نص ملعقه صغيره ديال البودره ديال الثوم. الا ما كانوش متوفرين ممكن انهم ياخذوا الثوم ويدقدقوه يعني يكون مدقوق مزيان وصافي. عندنا رشه من البزار ورشه من سكينجبير ورشه من الخرقوم ورشه من الملح. ونحتاجوا كذلك في الوصفه قطع ديال الجبن والبيض ولا شفلون. بالنسبه للطريقه كناخذوا الاروز واخا لا سمحتي لاله هدى تعاودي لنا هاد المقادير، هاد الكويرات ديال الرز بالفرماج يعني بغوا المستمعات يجربوه ان شاء الله فنعاودوا لهم المقادير. واخا تفضلي. نحتاجوا زلافه صغيره ديال الاروز. الرز اي نوع عادي؟ اي نوع. اي نوع ممكن انهم يخدموا في هاد الوصفه. عندنا 3 ديال المعالق كبار ديال الجبن مبشور، عندنا بيضه كامله، عندنا ملعقه كبيره ممسوحه ديال المعدنوس يكون مدقوق مزيان، ملعقه صغيره ديال البودره ديال البصل، نص ملعقه صغيره ديال البودره ديال التو، عندنا رشه ديال الابزار ورشه ديال سكينجبير ورشه ديال الخرقوم ورشه ديال الملح. ونحتاجوا قطع ديال الجبن صغيره وبيضه والزيت للقلي، الزيت اللي القالي ولا شابلو. اييه شو الطريقه؟ بالنسبه للطريقه كناخذوا ديك الزلافه ديال الرز كنسلقوها في الماء مع واحد القطرات ديال الزيت ورشه ديال الملح. اييه حتى كيتسلق لينا وما يبقاش فيه الماء كنوضعوه في واحد الاناء هكا كيكون سخون، كنضيفوا له كاع المكونات، كنضيفوا له الجبن مبشور، كنضيفوا له 3 ديال المعالق بيضه كامله، المعدنوس والعطريه والثومه والبصل، وكنخلطوه مزيان بالفرشيطه يعني نخلطوهم مزيان. وكنخليوه حتى كيبرد لينا. بعد ما كيبرد كناخذوا واحد الكميه من الخليط كنحاولوا اننا نشكلوه نبسطوه. ايوا ونوضعوا في الوسط ديالو واحد القطعه ديال الجبن. ايه صافي ونسدو عليها. نديروا هاد العمليه ليهم كاملين يعني ليهم كاملين، عاد كنوضعوهم في واحد البيضه اللي نكونوا ديجا مطربينها، ومن بعد نوضعوهم عاوتاني في لا شابلوغ تنكملوهم كاملين.
بعد ما نكملوهم كاملين كتكون عندنا الزيت مسخنينها مزيان، خص الزيت ضروري تكون سخونه، وكنبداو نطيبو فيهم. ملي نبداو نطيبو فيهم كننقصو عليهم باش ما يتحرقوش لينا. اييه صافي هكا حتى نكملوهم كاملين. صراحه كيجيو رائعين، ما كياخذوش منا بزاف ديال الوقت، كيعجبوا الوليدات الصغار فعلا، واللي ممكن نحتفظوا بهم هكا في الكونجيلاتور وفوق ما يبغوا الوليدات، يعني نجبدوهم بسهوله ونقليهم. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. كنشكرك بزاف هدى، مشكوره جدا على هاد الاقتراحات اللي وجدتي لنا اليوم، وتبارك الله عليك وتشرفنا بالمعرفه ديالك، وسعيده جدا بتواصلي معك اليوم من خلال هاد الاقتراحات. فمشكوره هدى الوجديه، مقيمه باسبانيا، وتواصلت معنا اليوم على اساس انه تشارك باقتراحات، واكيد المزيد من الاقتراحات. ونسقت معها ان شاء الله يعني في الحلقات المقبله غادي تقدم لنا شيوات اللي هما وجديين 100% باش نقدموهم لكل المستمعات. فنتمنى تكون وصلتكم هذه الافكار وهذه الاقتراحات ديال كل هاد الشيوات اللي وجدت لنا، اللي هما متنوعين واللي ساهلين بطريقه مضبوطه مبسطه جدا. يمكن لكم تعاودوا تسمعوا الحلقات ديال البرنامج لا مولاتي، وتستافدوا من كل هذه الاقتراحات اللي دوزنا اليوم وباقي الاقتراحات اللي غادي يقدموا لنا المستمعات. فما عليكم الا تعقلوا على التاريخ ديال الحلقه، ومباشره غادي تمشيو لموقع lalaplus.ma، وراه كاين حلقات لا مولاتي، مجرد ما تورقوا عليها فغادي تلقاو كل هاد الاقتراحات والحلقات. لحظه غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا، وغادي نرجعوا مباشره نتعرفوا على شكون الفائزه المحدوده معنا اليوم في المسابقه اليوميه. إذن اليوم من خلال المسابقة اليومية غادي نتعرفوا على شكون الفائزة المحدودة معنا، واللي تواصلت من خلال الرقم ديال الواتساب وبعثت بالعديد من الصور باش نتشارك في المسابقة، وكانت محدودة معنا اليوم هي أمينة زوغار من الدار البيضاء. معنا على الخط المستمعة الفائزة. ألو، واش مازال معنا أمينة؟ فأكيد على أنه المسابقة اليومية كتمنحكم جوائز، يعني اللي هي منتوجات تنظيف مهدات من إكسيت، بالإضافة على المسابقة الكبرى واللي كتمنحكم في نهاية كل شهر طاقم ديال الذهب. والطريقة سهلة ديال المسابقة، يكفي أنكم تختاروا يعني تصوروا صور في الدار ديالكم، وانتم يعني كتنظفوا البيت ديالكم، حاولوا أنكم تنزلوا المنتوج يعني اكسيت، بالاضافه البلاصه حطوه في البلاصه اللي نتوما نظفتوا فيها، مع ورقه فيها السميه والكنيه والمدينه. وهذوك الصور ملي تصوروهم بعثوهم لنا على الرقم ديال الواتساب، واللي هو 0657807055 0657807055. الو السلام عليكم امينه. وعليكم السلام لاله سناء. الله يبارك فيك، صباح الخير عليك وصباحك مبروك، ومبروك عليك الفوز معنا اليوم بمنتوجات التنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، بالاضافه انه الصور ديالك اللي بعثتي لنا امينه زوكار راه دازوا مباشره لسحب القرعه، ونتمنى انك ان شاء الله تكوني من المحظوظات الفوز في نهايه هذا الشهر بطاقم ديال الذهب. صباح الخيرات، وشكرا لك لاله سناء، وشكرا لهذا المنتوج اكسيت. وبصدق انا تعرفت على المنتوج هذا من خلال البرنامج نتاعك. الحمد لله لاله مولاتي، لانني من المتتبعين نتاعو. ربحت اولا نظافه هائله ورائحه منعشه طيله اليوم في البيت نتاعي، وربحت واحد المنتوج اللي دائما انا وليت كنستعمله لاني فعلا وليت مرتاحه معاه. شكرا لكم، وان شاء الله من الحسن للاحسن ان شاء الله. ان شاء الله هذا هو الهدف ديالنا، وتبارك الله عليك لاله امينه زوكار، مشكوره جدا من الدار البيضاء على المشاركه ديالك، ودستي مباشره لسحب القرعه، ونتمنى ان شاء الله انك تكوني من بين المستمعات المحظوظات في نهايه هذا الشهر الفوز بطاقم ديال الذهب. حتى انتم مستمعينا شاركوا في المسابقه وضعفوا الحظوظ ديالكم بطريقه سهله، كيف ما قلنا غير اختاروا المنتوج مع البلاصه اللي نظفتوا فيها واللي انتم يعني نظفتوها مزيان بهذاك المنتوج، بالاضافه ورقه صغيره فيها السميه والكنيه والمدينه ديالكم باش تكون مجموع فيها كل المكونات، وديك الساعه بعثوها على الرقم ديال الواتساب 0657807055. فنتمنى حظ سعيد لجميع مستمعات لاله مولاتي. وصلنا للمسابقه اليوميه، واللي كل نهار مستمعه كنختاروها باش تشارك بالشهيوات اللي بعثتهم لنا بالرقم ديال الواتساب، وباش تشارك في المسابقه وتدو هاد الاقتراحات ديالها اللي غتقدم لنا
فأكيد على أنه مازال تشارك في المسابقة الكبرى باش تربح مضمة ديال الذهب في كل شهر. غادي نتعرفوا على المقادير والطريقة ديال الاقتراحات ديال الفائزة معنا اليوم المحدودة، هي حفيظة عطوف واللي شاركت بجوج ديال الاقتراحات، واللي هو طاجين بالخضرة وكذلك خطبان ديال الدجاج، يعني بمذاق مختلف بعطرية مختلفة. فألو حفيظة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، لاباس عليك؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك. شي بخير؟ كلشي بخير، بارك الله فيك. الله يطول عمرك حبيبي. مرحبا بالمشاركة ديالك، ربحتي معنا اليوم ومنتوجات متنوعة مهدات من دامتي وإيديال، ومباشرة انت معنا اليوم باش تقدمي هاد الاقتراحات، وما تنسيش على انك تشاركي في المسابقة الكبرى، يعني بصندوق البريد تبعتي لنا بالأغلفة باش ان شاء الله تكوني من المحظوظات اللي تختاروا في سحب القرعة الفوز بمنضمة ديال الذهب ان شاء الله. شكرا اختي سناء، الله يبارك فيك، كبر بيك. الله بارك الله فيك. فالمشاركه ديالك تبارك الله عليهم، شاركتي بالقطبان ديال الدجاج. ديال الدجاج حبيبي بنكهه السمك. ايوه الله يعطيك الصحه. ودامه البنه. ايوه كذلك الاقتراح الثاني واللي هو يعني طاجين ديال الخضره. فخليك معنا، غادي نعرفوا لاله حفيظه المقادير والطريقه ديال هاد الشيوات من عندك من بعد الفاصل. إذا نبداو بأول اقتراح من عندك لاله حفيظه، تفضلي. واخا، عندنا شرائح بيبي بنكهة السمك. أيه. عندنا نص كيلو ديال بيبي مقطع مربعات. عندنا معلقة كبيرة ديال التحميرة، معلقة كبيرة ديال الكمون، معلقة كبيرة ديال الخل. أيه. جوج تومات محكوكين، شوية الملح، ودامة البنة ديال الحوت. أيه. وربع مقطع. كلشي هادشي كنديرو في واحد الصوبيرة وكنخلط كل شيء هاد المقادير وكنرقدهم على الاقل ساعه. واخا الا سمحتي غادي تعطينا المقادير مره اخرى وغير بشويه باش المستمعات يسجلوا معنا العطريه. يلا. واخا، نص كيلو ديال بيبي مقطع مربعات، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال الخل، جوج تومات محكوكين، شويه الملح، دامه البنه ديال الحوت. ايه. وعندنا الربيع مقطع. كل شيء هاد المواد كنرقدوهم. أيه. شويه الزيت البلديه. كنرقدوا هادشي وكنديروا ونغطيو ونخليوه على الاقل حتى كيترقد مزيان. ايه، قد ما كيترقد قد ما مزيان. مزيان اه، كنديرهم في الصبان، كنديروا طرف ديال شرائح بيبي، كنديروا طرف ديال الفلفله. هكا حتى كنكملوا. من بعد كنديروهم فوق الفاخر. ايه فعلا. قدموهم مصحوبه بطبق ديال العدس ولا ديال اللوبيا. اييه ولا الروز ولا اللي كان ولا شلاضه. فعلا الله يعطيك الصحه. وكيجي زوين بحال كتاكلي في الحوت. فعلا، وخاصه الا يعني الا درناه مشوي يعني كيجي زوين. كيجي زوين. كنحيدو كنتفاداو قليا ديال الزيت. اييه فعلا. كيجي زوين. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. هذا الاقتراح الاول، قطبان ديال الدجاج يعني بمذاق ديال الحوت. نمشيو للاقتراح الثاني. ثاني عندنا طاجين ديال الدجاج بضامه البنه ديال البقري. أيه. انا اختلفت هذه المره. اييه مزيان. عندنا قطع ديال الدجاج كنديرهم في واحد السوبيره، كندير لهم الشرموله ديالهم، كنديروا شويه البزار، الملح، سكنجبير، خرقم غبره، شويه زيت البلديه، ثومه محكوكه، وضامه البنه ديال البقري. اييه صافي، كنرقدوا هادشي وكنخليوه جانبا شويه الماء، كنخليوه جانبا. كناخذوا الطاجين ديالنا كنقطعوا فيه واحد البصيله. أيه. كنفرشوها في الاول، وفوق منها واحد دوائر ديال مطيشه فوق من ديك البصله. كنحطوا القطع ديال الدجاج ديالنا فوق ديك البصله ومطيشه صافي. كناخذوا خيزو كنرقدوا في ديك الشرموله اللي بقات لينا، والبطاطا، وكنسفوهم فوق مع الدجاج. أيه. ديك الساعه كنسفوهم. ناخذوا الفول كنقيوه. اييه كنجيو الوسط وكنحطوا وسط الدجاج، الخضره في الجناب والفول الوسط. اييه صافي. وكندير واحد القطع ديال الطماطم ونرشو بالربيع. صافي. ونديروا شويه الزيت البلدي ونرجعوا الطاجين ديالنا كيطيب. اييه هي بصراحة الطاجين مزين راسه، لأنه طريقة كيفاش يعني كتستفي الخضرة، والسيدات كيفاش كيستفوا الخضرة، يعني فعلا كيجي منظر بصراحة كيفتح الشهية. الله يعطيك الصحة. الله بارك الله فيكم. اللي كيطيب كناخذوا الربيع كنقردوه وكنزينوه به من الفوق، ونزينوه بالطريفة ديال الحامض والزيتون. ايه الصحة والراحة.
الله يعطيك الصحة، ربي تبارك الله يخليك عليك. حافظة عطوف، شكرا لك بزاف على هاد جوج اقتراحات اللي قدمتي لنا، شكرا على الفرصة مقبلة. ربي يخليك، الله يطول عمرك، الله يبارك فيك. ما تنسيش تشاركي في المسابقة باش ان شاء الله تكوني محدودة الفوز بنضمة ديال الذهب انت وكل المستمعات. فكل المستمعات اللي مازال ما شاركوش في المسابقة، راه الطريقة سهلة، يكفي انكم يعني بكل نهار وانتم كطيبوا يعني بالاقتراحات ما بين دامتي وايديال، حاولوا انكم تجمعوا هذوك الغلافات وغادي ديروهم يعني في برا في جوا. غادي تختاروا فقط غير جوج الغلافات من ايديال وجوج الغلافات ديال دامتي، وغادي تنزلوهم يعني في جوا في برا، غادي تسدوهم مع السميه والكنيه ديالكم يعني ورقه. ديروا حاولوا انكم ديروا ورقه لداخل، من الاحسن ديروا فيها السميه والكنيه والمدينه، وسدوا هذوك البراوات وديروا فيهم العنوان ديالكم، بالاضافه العنوان اللي غادي تصيفطوا فيه على عنوان ديال ميد راديو اللي هو اذاعه ميد راديو فضاء الزرق توني 55 الطابق الخامس الدار البيضاء. هذا هو العنوان فين غادي تصيفطوا، اذاعه ميد راديو فضاء الزرق توني 55 طابق الخامس الدار البيضاء. واكيد على انكم الى شاركتوا معنا في برا وحده فيها اربعه الاغلفه، ماشي بحال الى شاركتوا في العشرات والعشرات ديال يعني المشاركات ديالكم. فكاين تبارك المستمعات اللي صيفطوا 10 البراوات، كاين اللي 20، كاين اللي 8، على حسب يعني المستطاع، فباش تضاعفوا الحظوظ ديالكم، لانه صاحب القرعه غادي يتم اختيار مستمعه واحده محدوده وحده اللي غادي تختار في هذاك الفرز، يعني غادي يكون صندوق كبير وغادي نحاولوا على انه يعني نختاروا وفائزة واحدة محدودة اللي غادي تهز البرا ديالها ان شاء الله وتكون محدودة الفوز منضمة ديال الذهب. فسرعوا في المشاركة وبعثوا لنا على الصندوق البريد كيف ما قلنا، وعلى إذاعة ميد راديو اللي هي إذاعة ميد راديو فضاء الزرق توني 55 الطابق الخامس الدار البيضاء، وقد ما صيفطوا العديد من يعني الأضرفة فيها هاد الغلافات، ما بين جوج غلافات إيديال وجوج غلافات دامتي، غادي تكونوا محظوظات أنكم تختاروا في هاد المسابقة. يعني نتمنى انكم تسارعوا في المشاركه، لانه كنعرفوا ان المراه المغربيه كتبغي تربح يعني حويجات ديال الذهب، يعني عزيز علينا الذهب، فمنضمه ديال الذهب جات بين يديكم، حاولوا انكم تسارعوا في المشاركه وتشاركوا، واكيد ان شاء الله الربح يكون من نصيبكم. كنجدو ترحاب وتحية صباحية لكل المستمعين الأوفياء، وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة في برنامج لامولاتي، ومازالين مواصلين باقتراحات وفقرات متنوعة. دابا غادي نمشي ونقترح عليكم واحد شي ولية سهلة وخفيفة بالروز، ومن بعده مباشرة غادي يبداو في استقبال مكالماتكم الهاتفية، نتعرفوا الحداقة ديالكم. مرحبا، عندكم أي مشاركات نصائح طلبات تواصلوا معنا من دابا شوية من بعد الفاصل الغنائي على 0522 88 00 60 61. بالنسبة للاقتراح ديال دابا هو الرز بالدجاج والمكسرات، كيجي زوين وساهل في الطريقة ديالو. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الرز صفر من الأحسن، يعني داك الرز كلاصي صفر، غادي نسلقوه يعني في الماء بطريقة العادية وما يكونش معجن، ما نخليوش حتى يتعجن. ف 500 غرام ديال الرز مسلوق ما يكونش معجن، ونحاولو أننا نستعملو يعني الرز صفر اللي حبته طويلة. ملي كنسلقوه فكنصفيه بطريقه العاديه، نصفيه ونخليه كيتسقطر على جنب. غادي ناخذ واحد الطنجره، غادي نمشيو للمقادير والطريقه لانه الطريقه سهله، فنمشيو في المقادير والطريقه مع بعضياتهم. ففي طنجره اولا في كوكوط اولا في طنجره غادي ناخذ قطع ديال الدجاج، اولا ربع دجاجه اولا نص دجاجه اولا طريفات ديال الدجاج، وغادي ناخذ بصله وحده كبيره مشلضه رقيق اولا محكوكه، وجوج دريسات ديال الثومه، وغادي نديروا شويه ديال الزيت، وغادي نديرو في ديك الطنجره غادي نشحرو داك الدجاج مع ديك البصله مع دوك الثومه مع شويه ديال الزيت البلديه، ما كاينش زيت البلديه زيت الزيتون، نديرو زيت الروميه. من بعد ملي كيتقلى لينا داك الدجاج وغادي نضيفو شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، نديرو شويه من السمن الحلو، واذا ما كانش السمن الحلو وكان الحار غادي نديرو غير راس معلقه صغيره، لانه كنعرفو السمن الحار تيكون مجهد. وغادي نديرو نحطو في ديك الطنجره عويد ديال القرفه، القزبر ومعدنوس لكم اختيار، اما مربط اما مقرد رقيق، وغادي نخليو كلشي كيطيب، نزيدو تقريبا واحد شويه ديال الماء، وغادي نخليو كلشي كيطيب حتى كتبدا يطيب لينا داك الدجاج وكتعقد لينا ديك المريقه. فقلنا في الطنجره غادي نديرو الدجاج، نديرو بصله كبيره مشلضه رقيق، نديرو جوج دريسات ديال الثومه، نديرو شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، وقلنا شويه من السمن وشويه من زيت البلديه، شويه من زيت الروميه الا كانت نعوضوها بزيت البلديه ولا العكس، وعود ديال القرفه والقزبر ومعدنوس مربطين اولا مقردين رقيق،
وقلنا من الاحسن على انه هذاك الدجاج والبصله والثومه حتى نشحروهم واحد شويه، عاد ديك الساعه نزيدوا القوام ديك العطريه كامله مع الزيت والقزبر مع الدنوس مقرد رقيق ولا مربط مع شويه ديال السمن، وغادي نديروا شويه ديال الماء سخون. دائما نضيفوا الماء سخون بما انه طيبنا، فنضيفوا دائما الماء سخون عندنا ميزاننا واحد شويه، وغادي نخليه حتى كيطيب لنا داك الدجاج. الدجاج يعني الا كان رميله دغيا تيطيب، ملي كيطيب لنا داك الدجاج وكنشوفوا ديك المريقه بدات كتعقد، فما نكثروش من الماء، نحاولوا ما نكثروش الماء. من بعد غادي ناخذوه بطريقه العاديه، غادي ناخذوا المول اللي كيدخل الفران، غادي ندهنوه مزيان بالزبده، وغادي نديروا هذاك الرز اللي خلينا كيتسقطر ضروري انه تيتسقطر مزيان، ثم غادي نديروا عليه قطع ديال الدجاج من الفوق، وغادي نسقيو بهذيك المريقه يعني حتى كتخلط مزيان هذيك المريقه بهذاك الرز والدجاج، وكنرشوا بشويه ديال اللوز مقلي والقرقاع وزبيب. فبالنسبه للزبيب ممكن انه في المرحله الاخرى منين نبغيو مثلا نطفيو على الدجاج والبصله، ممكن على انه نرميو شويه ديال الزبيب، كيف ممكن على انه نديرو في الماء سخون ومن بعد نهزوه، وغادي نديرو كل شيء في المول اللي كيدخل الفران. فقلنا ندهنوا المول اللي كيدخل الفران بالزبده، من بعد غادي نديرو الرز، وغادي نديرو الطريفات ديال الدجاج، ونسقيو مزيان هذاك الرز بهذيك المريقه اللي بقات لينا ديال البصله اللي هي خطره، ومن بعد غادي نرشو باللوز مقلي اولا اللوز افيلي يعني باش يتمحمر شويه، ونديروا شويه ديال القرقاع باش يتصهد لنا واحد شويه، هذا في المول ديال الدجاج ولا في المول اللي كيدخل الفران. وغادي نديروا زبيب، يعني المكسرات اللي عندنا زبيب قرقاع لوز، ومن بعد غادي ندخلوه الفران تقريبا 10 ديال الدقائق، ما نفوتوهاش 10 ديال الدقائق غير باش يعاود يسخن داكشي كله ويتلاقى مع بعضياتهم باش ينسمو بعضياتهم. في نفس الوقت هذوك المكسرات راه دغيا كيتحمروا في هذيك 10 دقائق لانه غادي يكونوا غير من الفوق، كيف ممكن انكم هذاك اللوز يكون عندكم مقلي من قبل وديروه هكذا من الفوق، فكيجي واحد طبق زوين ما بين الروز ما بين المكسرات. طريقة ديالو سهله دغيا، كتوجد هذا الروز بالدجاج والمكسرات ديال المستمعه سميره اللي كنوجه لها تحيه كبيره. طلبات كثيره كانت على الاقتراحات ما بين كيك بالخيز والشوكولات، وكذلك يعني الكويرات ديال الجبن والفرماج اللي قدمات لنا من دابا شويه المستمعه هدى الوجديه من اسبانيا. فغادي نتوقفوا مع فاصل غنائي، وحنا كناخذوا المكالمات الهاتفيه، غادي نعاود لكم هاد جوج اقتراحات باش يكون عندكم فرصه انكم توجدوهم لوليداتكم لافراد الاسره بالصحه والراحه. نتمنى تكونوا كتستمتعوا بالاختيارات الغنائيه اللي كنقدموا لكم، ودائما مع فقرات متنوعه في برنامج لمولاتي برنامج المراه بامتياز. وغادي نمشيو بالنسبه لجوج الاقتراحات غادي نعاودهم لكم نزول عن طلب كثير من السيدات اللي تواصلوا معايا دابا، فبغاو نعاود الاقتراحات ديال الهدى الوجديه. غادي نبداو بكيك بخيزو والشوكولات، وغادي نحتاجو والقرقاع، غادي نحتاجو في المقادير بالنسبه لهاد الكيك 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب سائل اولا اللي عنده الحليب القرقاع يديرو، وكاس ديال القرقاع مهرمش. غادي نحتاجو جزره مقطعه رقيق يعني مربعات صغيرين باللب ديالها، 70 غرام ديال الشوكولات مقطع طريفات صغار، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، والدقيق على حسب الخليط ما بين جوج كيسان حتى لجوج كيسان ونص ديال الطحين فورس، وخماره حمراء ديال 7 غرام. هادو هما المقادير غادي نعاودو بالنسبه للكيك ديال الخيزو والشوكولاته والقرقاع، ونتمنى انكم تجربوا راه كيجي زوين بزاف، والسيدات اللي مجربينو راه يعني عارفين علاش كنتكلموا، لانه فعلا كيجي زوين نهائيا ما كيبانش فيه خيزو، وصراحه الكيكه بهذا الشكل ملي كيكون فيها الشوكولات كل مره دخلوا فيها خيزو والوليدات ياكلوه. قلنا بالنسبه لهذا الكيك فيه 3 ديال البيضات. بالنسبه للمقادير فما ذكرناش اش من قياس، لكم الاختيار، يعني الكاس اللي عبرتوا به هو اللي غتعبروا به كل شيء، يعني عبرتوا بالكاس ديال العنبه الصغير غتعبروا كل شيء بالكاس ديال العنبه الصغير، درتوا الكبير درتوا المتوسط فلكم الاختيار، او لا عبرتوا بزلافه المهم قياس واحد المقادير كامله. قلنا 3 ديال البيضات، كاس العنبه الزيت، كاس العنبه السنيده، كاس العنبه ديال الحليب سائل اولا حليب القرقاع الا كان، كاس العنبه ديال القرقاع مهرمش رقيق، جزره وحده يعني خيزويه وحده مقطعه رقيق باللب ديالها مقطوعه طريفات صغيورين، 70 غرام ديال الشوكولات مقطع حتى هو طريفات صغار، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر داك المسوس، الدقيق على حسب الخليط يعني الطحين حسب الخليط من جوج كيسان حتى لجوج كيسان ونص ديال الطحين عندنا ميزاننا، وخماره وحده ديال الحلوه 7 غرام. فبالنسبه للطريقه غادي ناخذوا وغادي نخدموا البيض مع الزيت مع خيزو مع السنيده، يا اما نطحنوا في الطراب الكهربائي اما في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي هنينا نديروا كاس ديال الخلاط الكهربائي نديروا فيه 3 ديال البيضات،
نديرو كاس ديال السنيده، نديرو كاس ديال الزيت، ونديرو يعني الخيزو، نديرو خيزويه وحده، جزره وحده مقطعه رقيقه باللب ديالها. فاول حاجه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي غادي نطربو البيض والزيت وسنيده وخيزو. ملي كيتخلطوا لنا هادشي كله مزيان وكيطحن، داكشي علاش حنا خيزو واخا قطعوا طريفات صغيورين، راه مازال ملي غادي نديروا كاس ديال الخلاط الكهربائي غادي يطحن لنا مع السنيده والبيض والزيت. ملي نطحنوا هادشي كله مزيان غادي نفرغوه في واحد الاناء، وغادي نضيفوا ليه الحليب، داك كاس ديال الحليب الكركاع اولا كاس ديال الحليب السائل العادي، ونزيدوا يعني المعلقه كبيره ديال الكاكاو المر داك المسوس اللي اللون ديالو غامق، ونخلطوهم غير بسباتول بالمعلقه ديال الخشب. ومن بعد غادي نضيفوا الكركاع مهرمش ونضيفوا داك الشوكولات. فهادو هي الطريقه. اول حاجه بالنسبه للمقادير، هو انه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ولا الطراب الكهربائي غادي نخدموا داك الزيت مع البيض وخيزو وسنيده. ملي طحنوا لنا مزيان ممكن يعني في الخلاط الكهربائي نزيدوا الحليب ونزيدوا الكاكاو المر، يطحن هادشي كله عاود مزيان. من بعد غادي نخويهم في واحد الاناء، وغادي نديروا نزيدوا عليهم داك الكاس ديال الكركاع مهرمش مع 70 غرام ديال الشوكولات مقطع طريفات صغيورين. نتمنى تكون وصلتكم الفكره، لانه هاد الكيكه ساهله بالخيزو والكركاع والشوكولات. يعني ثلاثه ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب سائل او نعوضوا بالحليب الكركاع الا كان، كاس ديال الكركاع مهرمش، جزره مقطعه رقيقه باللب ديالها، 70 غرام ديال الشوكولات مقطع حتى هو طريفات صغار، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وطحين حسب الخليط ما بين جوج كيسان حتى لجوج كيسان ونص ديال الطحين فورس، مغربل جوج ثلاثه المرات، خماره وحده ديال الحلوى 7 غرام حتى هي مغربله مزيان. وناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نديروا فيه الزيت، البيض، خيزو وسنيده، نطحنوهم مزيان. من بعد غادي نزيدوا الحليب سائل او الحليب الكركاع اللي متوفر مع ديك معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، ونزيدوا نطحنوهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي في الطحانه. من بعد هذاك الخليط اللي حصلنا عليه غادي نخويوه في واحد الاناء، وغادي نزيدوا ليه كاس ديال الكركاع مهرمش، ونزيدوا داك 70 غرام ديال الشوكولات مقطع طريفات صغيورين. ما عرفنا 70 غرام، ناخذوا طريف ديال الشوكولات ونقطعوا طريفات صغيورين اولا نحكوه في الحكاكه الغليظه، ونزيدوه هكا على داك الكركاع على داك الخليط. من بعد غادي نبداو نخلطوا غير بالسباتول ولا غير بيدين، يعني غير بالمعلقه ديال الخشب اولا بالسباتول. غادي يبقى لنا في اخر مرحله غادي نزيدوا الطحين مغربل مع خماره حمراء ديال الحلوى. الطحين قلنا ندخلو شويه بشويه حتى تجمع لينا مع ديك 7 غرام يعني ديال خماره الحلوى، ونبداو نخلطوا شويه بشويه حتى نشوفوا يعني العجين ديال الكيك العادي. وديك الساعه غادي ناخذوا المول ندهنوه بالزبده اولا بالزيت، ونرشوا بشويه ديال الطحين، ونفرغوا هاد العجين ديال الكيك وندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر لنا بالطريقه العاديه. ديك الساعه لكم الاختيار، ممكن انكم تذوبوا عليها غير الشوكولات بوحدو، اولا تاخذوا الشوكولات تزيدوا ليه شويه ديال ياغورت مسوس اولا شويه ديال الحليب سائل، وتخلطوا باش يعطينا ديك اللمعان ويجينا عاقد شويه، ونخلطوه. ومن بعد الكيكه تبرد وهذيك الصلصه الشوكولات تكون سخونه شويه، وغادي نديروها من الفوق ونخليوها كدمع من جناب في الوجه ديال الكيك، ونرشو بالكركاع باش يبان انه راه فيها الكركاع. ممكن على انكم تسقيوها بطريقة اللي عطات هدى، واللي هو ناخذوا كاس ديال القشده طريه يعني مطربه شونتي، كاس ديال الشونتي، كاس ديال كريم شونتي، نديروها ندفيوها واحد شويه، ونزيدوا عليها تقريبا 100 حتى 150 غرام ديال الشوكولات حتى تذوب لينا مزيان. يعني ملي كندفيوها كندوفوا لها داك الشوكولات، هذاك الشوكولات غادي يذوب في هذيك السخونيه ديال الكريم شونتي. من بعد صافي كنديروه كصلصه من الفوق، وكنحكوا عليه الشوكولات، يعني كنحكوا عليه الشوكولات الكحل، فناخذوا الحكاكه ونحكوها هكا من الفوق باش كيجينا مغبر من الفوق. فبغيتوا انكم تخليوها كيف ما هي غير من الفوق، راه لكم الاختيار، كل واحد كيفاش يبغي. اللي ما تيبغيش الحلاوه بزاف، ما بالنسبه للوليدات فتيبغيو اي حاجه فيها الشوكولات، فممكن انكم تسقيوها. وكاين بعض السيدات اللي عندهم تبارك الله الصلصه ديالهم اللي هما متعودين عليها، راه ممكن انهم يديروها من الفوق ويرشوا بالكركاع اولا يزينوا يعني بالوريدات ديال الكركاع هكا من الفوق. هذا بالنسبه للاقتراح ديال الكيك بخيزو والشوكولات. اما بالنسبه للكويرات ديال الرز والفرماج، فغادي نحتاجو فيهم زلافه صغيره ديال الرز الابيض العادي، ثلاثه المعالق كبار عامرين ديال الفرماج محكوك، يعني فرماج احمر محكوك ولا شيدر اللي متوفر عندكم، بيضه وحده كامله، معلقه كبيره يعني ما عامراش مسوحه ديال المعدنوس مدقوق مزيان، معلقه صغيره ديال بودره البصله، ومعلقه صغيره ديال بودره الثومه. في العطريه غادي نحتاجو شويه الابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، وغادي نحتاجو قطع ديال الفرماج مربع ولا مثلث،
والبيض والخبز المحمص لا شابلور والزيت فين نقليو هاد الكويرات. غادي نعاودو بالنسبه للكويرات بالرز والفرماج، غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدوهم زلافه صغيره ديال الرز البيض العادي، ثلاثه المعالق كبار ديال الفرماج حمر محكوك اولا اي نوع ديال الفرماج نحكوه، بيضه واحده كامله، معلقه كبيره مع عمراش ممسوحه ديال معدنوس مقرد رقيق اولا مدخوخ مزيان، معلقه صغيره ديال بودره البصله ومعلقه صغيره ديال بودره الثومه، شويه ديال الملح والابزار، شويه السكينجبير وشويه الخرقوم، وقطع ديال الفرماج مربع اولا مثلث، البيض والخبز المحمص لا شابلور. اول حاجه غادي ناخذ ديك زلافه صغيره ديال الرز البيض، غادي نسلقوا هذاك الرز في كاسرونه يعني مع شويه ديال الماء وقطرات من الزيت وقبيصه ديال الملحه، ونخليو هذاك الرز يتسلق مزيان حتى ينشف من الماء، نحضيو معاه لا يتحرق لانه موج الى تحرق لينا الرز راه كيبقى في داك المذاق، فملي كنطيبوا به شي حاجه راه نهائيا غادي نضيعوا ديك الشيوه كامله اولا اي حاجه درنا، فنردوا ليه البال. يعني الرز نسلقوه في الماء مع قطرات ديال الزيت مع قبيصه ديال الملحه ونخليو على عافيه مهينه ونخليو يتسلق حتى ينشف من الماء، حتى مجرد غير ما يبقاش فيه الماء صافي نطفيو عليه ونديرو في واحد الاناء هو مازال سخون، نضيفو عليه دوك المقادير كامله اللي هما ثلاثه المعالق ديال الفرماج حمر محكوك، بيضه كامله، معلقه كبيره ديال المعدنوس مقرد رقيق، معلقه صغيره ديال بودره الثومه ومعلقه صغيره ديال بودره البصله، ونديرو شويه ديال الملح والخرقوم والبزار والسكينجبير ونخلطو هادشي كله مزيان. من بعد غادي نخليو الخليط يبرد، وعاد ديك الساعه كناخذوا هذاك الخليط كيكون هو معجن لانه فيه الرز فيه دوك المقادير فكنوليو نشكلو كيف ما بغينا. ديك الساعه لكم اختيار بغيتو ديروا على شكل كويرات اولا كريسات، فغادي ناخذوا شويه من هذا الخليط ونبسطوه في الكف ديال يدينا، وناخذوا الفرماج مربع ولا مثلث نحاول نقطعوه طريفات باش نهزو كل طريف ونديروه في الوسط، ونعاودوا نشكلوا هذاك العجين ديال الرز الشكل اللي بغينا، قلنا على شكل صبيعات اولا كريسات اولا كويرات اولا بشكل بيضاوي كيف ما بغينا، المهم هو ان نبسطوه واحد شويه باش كل يعني كل شكي يعني هذاك الخليط ديال الرز نهزو منه شويه بحال كيف كنديروا في الحلوى اللي كنعمروها بالتمر، نهزو شويه نبسطوه في الكف ديال يدينا ونديروا طريف ديال الفرماج ونعاودوا نلولبوها نشكلوها الشكل اللي بغينا، طويل مستطيل كريسات ولا كويرات، ونبقاو غاديين حتى نكملوا حتى هذاك العجين ديال الرز كله ندخلوا فيه دوك القطع ديال الفرماج مربع ولا مثلث. مباشره ديك الساعه غادي ناخذوا البيض نحلوه مزيان بالفرشيطه، ناخذوا الخبز المحمص نزلوه قدامنا في الطبيصل، وديك الساعه غادي ناخذوا هاد الكريسات اولا هاد الكويرات ديال الرز والفرماج غادي ندوزوهم في البيض، ومن البيض غادي نهزوهم وغادي نديروهم في الخبز المحمص لا شابلور حتى يتخلطوا فيهم مزيان، وديك الساعه غادي نخليوهم اما في بواطه في المجمد ولا في بلاستيكه في المجمد ونخليوهم وقت ما بغيناهم نهزو منهم ونخرجو من الوليدات عاد نقليوهم، اما مباشره هاد الكويرات ديال الرز والفرماج مباشره ناخذو الزيت نسخنوها مزيان، ملي تسخن لينا نقصو العافيه ونخليوهم كيطيبو كيتحمرو كيجيو زوينين ونديروهم في الورق النشاف حتى ينشفو مزيان، وديك الساعه كنقدموهم مع اي اقتراح اخر درنا كويرات بالرز والفرماج كيف قلنا، ملي تكونوا درتوهم في المجمد في الكونجيلاتور بغيتو تحتفظوا بهم حتى يبغيوهم الوليدات مثلا اولا حتى نبغيو نخرجوهم، ديك الساعه ملي نبغيو نقليهم في زيت بارده من الاحسن باش ما حدهم هما يعني كيسخن داك الزيت ما حدهم هما كيترخفوا وكيتلقوا. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هاد جوج اقتراحات اللي قدمت لنا مشكوره جدا هدى الوجديه مقيمه باسبانيا، والمزيد من الاقتراحات من عندها ان شاء الله في الحلقات المقبله. غادي ناخذوا معنا مكالمه فاطمه من ورزازات. الو فاطمه. الو صباح النور. صباح الخير لاباس عليك؟ لاباس عليك الحمد لله، الله يطول عمرك بارك الله فيك. والحمد لله الله يعطينا على قدر نفع يا ربي الجميع ان شاء الله. بارك الله يسقينا برحمته ان شاء الله. مرحبا. عندك بغيت غير الرغبه، بغيت ذاك الطاجين ديال طاجين كباب الله يرحم والديك الى عندك. هي ذاك الكباب المغدور ولا؟ نعم حبيبه. هي ذاك الكباب المغدور طاجين الكباب ياك؟ واخا واخا يلاه شوف ما كاين حتى مشكل، الله يبارك فيك. صباحك مبروك على فاطمه. ميريا على العزري. بارك الله فيك. جاي في الطريق. شكرا لك بزاف على فاطمه، الله يعطيك الخير. شكرا لك بزاف فاطمه من ورزازات. غادي ناخذوا معنا لطيفه من الدار البيضاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لطيفه مرحبا. تحيه لك وتحيه للمستمعات. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف، مرحبا. ومليكه البركه في راسها من جهه باها. الله يصبرها ان شاء الله. امين. الله يبارك فيك لطيفه. مرحبا. الحريسه. حبه ديال الفران. اها تفضلي. عندنا نص كيلو ديال السميده. اييه واحد الخماره. اها
ونص معلقه ديال الخميره ديال العجينه ونص كاس ديال الزيت ايه وجوج معالق سنيده صافي كنشد هذا الشيء كنديروا الخميره المعجونه كنديروها بشويه الماء ايه وكناخذوا المقادير كلهم كنمزوهم وكنخلطوها تكون جاريه شويه على ديال الفوط المقلى اللي كنطيبوه ايه واخا هذا ديال الفرن اللي غنعطيك تتخليها تخمر ساعه ولا جوج سوايع الوقت اللي خمرات مزيان صافي كدهني المقلى بالزيت ايه وكترشيها السميده ديال الحلوى وكتقرصيها ايه كتقرصيها تكون هزيتي شويه ملي كدوزيها على الوجه ديالها ايه واخا وكتدخليها للفران كطيبيها عاديه بحال كطيبي الخبز تطيب وكتحطي لتحت وكتنقصي نقصو بالعافيه ايه ولا بغيتيها تجيك بحال الرفيفه كتحيدي داك نص كاس زيت روميه كديري بلديه بداك وكتخلطي بصله ايه وكتخلطيها معها وكديري لها نفس الطريقه مزيان نعطيك المدغوصه ولا تشطبه المدغوصه ايه ايه واخا هادشي هادشي غنعطيك ديال البرد وان شاء الله السيمانه الاخرى نعطيك حليوات ايه على حساب العيد ان شاء الله واخا غناخذو السميده ديال الحلو ديال الكسكسي كتبدا كتبلحي الحرشه ايه واخا عندنا كيلو ديال السميده ديال الكسكسو ما كديرش بالرقيقه كدير بالغليظه كدير السميده الغليظه هكداك واخا كناخذو تنديرو القصريه ونديرو فيها ديك السميده ندير واحد الحفيره الوسط كنضيف شويه الزيت والملحه اللي بغيتي روميه ولا بلديه ايه كتعجنيها شويه هادي ماشي كتلكيها تعجن شويه وكتلول ماشي بحال الحرشة الاخرى مرخوفه صافي كتلول بيها في السميده ايه كتخليها غليظه شويه كتقرصيها وكطيبيها فوق الفرن ماشي الفران ايه واخا كتحيديها سخونه كتكوني دايره واحد المانطا بحال هكا ديال الخبز وشي منديل ولا الطبق وكتشدي اليد ديال المهراز اللي ما عندوش اليد ديال المهراز كتاخدي هذيك المدلك ديال الحلوه ايه كتدقيها سخونه بزاف لما دقات سخونه راه ما تفرتش كتبقي جايه من الجنب كتدقي وفي الاخر كتحيدي دوك الغلاط تعاودي تدقيهم ايه كتشلضي بصله كتشلضي بصله اللي كيبغي راس الحانوت كديري معايا في راس الحانوت وكتفوريها كتفور أيه؟ كل مرقه نعطيك المرقه ولا راه معروفه المرقه عاديه ديال الرفيسه الدجاج واخا نعطيوها من الاحسن نكملوها كامله لانه هاد المدغوصه يعني كتجي لذيذه بزاف زوينه يا اختي والله الا يلاه طيبتها اختي بصحتك اي بصحتكم الله يبارك فيك كتاخدي فروج بلدي ولا رومي اللي كان ولا الصراحه طوفي. البلدي ما كاين ما احسن منه يعني في هاد عندك في الرفيسه وفي الشيوات بصح فعلا اي مي الدرجه الاولى دجاج بلدي ولو يكون يعني غير فخيد وشي سدير يعني ولو يكون شويه اللي كان كيبدل هو الدجاج البلدي ما كيتغسلش بالحامض اي لا طياب المرقه لا سميتو بحال كيكنزز مع الحامض تتفركي على الصفا والملح او السكينجبير اي حيت هو ما تيكونش زفر في الصراحه ماشي بحال الروم صافي كنديرو في الطنجره الا بغيتيها كاع زوينه كتبيتيه في الليل ايه كديري فيه الثومه لداخل والربيع وكتشرمليه بالعطريه وراس الحانوت كديري راس الحانوت سكينجبير خرقوم البزار السمن وشويه زعفران وزيت البلديه ايه كيبات مشرمل في هذا الشيء الغد كديري في الطنجره كتشلضي عليه البصله البصله كديرها على قياس جوج ولا ثلاثه من بعد هذا عاد نزيدو البصله كديري واحد جوج دروس ديال الثومه داك الحين هكاك مجموعين عاد تنقيهم ولوحيهم من بعد راه غديري كركوبه ديال الثومه ايه صافي كتبداي تشحريه يتشحر مزيان وتروي القياس اللي طيب فيه كتحيدي الفروج باش يبنين مع السمن والزعفران هذا كتزيدي العدس وهذيك الثومه والبصله كاين اللي كيطيب العدس بوحدو كاين اللي كيديرو في الطنجره فعلا لا درتي ثاني بوحدو راه كديري الثومه بالعطريه بالبصله العدس صافي دابا المرقه عندنا طيبه والرفيسه طيبه كتفو
كتفوري ديك تكون سخونه كتفوريها كديريها في القصريه كتبداي تهزي هذه الحكمه ديالها تهزي البلول بالمغرفه وكتبقاي تخويها وتدلكيها بالمغرفه مزيان تتبقاي تخوي وتدلكي باش ديك المريحه ديال المغرفه هي راه ما كتسقاش بحال الرفيسه ديال المسمن العاديه باش تدخلها باش تدخل باش تيكون عندك السمن وزيت العود مذوبه في شي كافرونه ولا زبده بلديه وزيت العود تتبقاي تروحي وتدلكي تحسي بها تشربات مزيان لا ولكن سني لطيفه هذاك السمن مع داك الزيت البلديه مثلا ها هما مذيبين وتنديروهم على ديك الحرشه هما الاولين عاد كنسقيو كنسقيو شويه البلول وكنبداو ندلكو بالمغرفه ونديرو السمن ونديرو واخا كتدخل معاها اييه تتحس بها تسقاتيره كتبغي المرقه على الاخرى صافي كنشطفوها كنحطو الفروج وكنحطو داك البصله لو بغيتي تسمي عليها كتكوني البصله معسلاها وكتحل الشيشات والبيض ديال السمن فعلا البيض ديال السمن اولا كديري الكاشي اللي كتقطيتك ديال الكبده اييه الكبده والمعدن مستوات كتقطعي ودوريه عطيك الصحه فعلا كيجي منظر ديالها زوين وفعلا يعني باش ما تجيش ناشفه ضروري انك تبداي تسقيها وانت كدعكيها شويه باش كتجي الا بغيتي تفضلي ديال الحليب بلا دجاج لا دجاج كتاخدي نفس العجينه كتعجنيها اييه وكتفوريها مع راس الحانوت والبصله وبحال هكا اللي مع هذا البرد كيعجنوها بداك العشوب كديري شويه شي مذكوره وفرغينه ايه الحلوف اللي عنده البلد ايه على حساب حيت انا عندي العشوب ديال هذا الشيء مزيان 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 كاين واحد الكلبطه عندنا في البلاد ديالنا بالنسبه لي ما كتولاد مزيان المهم كتعجني بهذا العشوب وكتدقيها نفس الطريقه ايه واحد البصيله كتحريها مع شويه البزار ومليحه ايه وكديري الحليب وتسقيها نفس التسقيه وتتكون عندك الزبده بلديه تديري تخوي على الزبده البلديه من الفوق ايه بالعشوب مع زبده بلديه الله يعطيك الصحه قدميها كتجي زوينه بالصحه تبارك الله عليك لطيفه الله يعطيك الخير شكرا لك بزاف لاختيارك هاد الاقتراحات من عندنا وشكرا لك بزاف ونتمنى المستمعات يكونوا سجلوهم وفعلا هادو المدغوصين يعني بين الشيوات المعروفه فيها بزاف ديال المناطق في المغرب وكتجي زوينه بزاف لانه تبارك الله يعني غير رفيسه باشكال كثيره كاين اللي كيديرها بالرزيزه يعني بالرزه على شكل خيوط كاين اللي كيديرها بالورق الورقه الرقيقه ديال الرغيف كاين اللي كيديرها بالحرشه وتبارك الله يعني مدينه على مدينه منطقه على منطقه يعني كيجيو كلهم يعني مميزين وكيجيو ولداد يعني كيف ما كلينا رفيسه اولا مدغوصه يعني كتجي زوينه وماذا بينا انه واخا مثلا كنعرفوا رفيسه ديال الرغيف واحد يتعلم ديال الرزيزه يتعلم هذه ديال الحرشه وخاصه الى جابت هذه الظروف ومشى لهذيك المدينه اولا هذيك المنطقه اللي معروفه فيها يعني كي كل الناس ديال ديك المنطقه ولا ديال ديك المدينه كيصايبوها في الصراحه وملي كتاكليها مع ناسهم يعني في بلاصتهم ف يعني بالجو ديالهم بالاجواء فكتجي في الصراحه هذوك الشهيوات يعني كي عندهم كيولي عندهم واحد المذاق مختلف وذوق مختلف غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي ونرجعوا اكيد للتواصل معكم مستمعينا نزيدوا نتعرفوا على الحداقه ديالكم من مختلف مدننا واقاليمنا المغربيه مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعه وغادي نمشيو دائما لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه وناخذوا مكالمه معنا زهور من طنجه الو السلام عليكم لاله سلام السلام ورحمه الله لاله زهور لاباس عليك توحشناك كيبقى لي الحبيبه ديالي لاباس عليك الحمد لله كديره الصحيحه شخبار وليدات لاباس عليهم كلشي مزيان انا كندعي معكم دائما الله يبارك فيك الحمد لله بارك الله فيك الله يحفظك مزاجنا ليا شكرا لك بزاف لاله زهور كاين شي شهيوات كاين شي شربات موجود شي كارطه ما عنديش دابا انا متاع 10 درهم فهاد واحد السويعه راه ما عادش دكلاني انا كنتسنى دابا عاد شوف انا الزهر المهم سمعنا صوتك على خير هادي اهم حاجه لا شوف انا لا سنة نعم انا باقي عندي انا كنت الساعه بالجره باش نشارك معاك لا عرفت يعني انا غنعطيك زعما لا قدر الله ولا الى قطعت سمحوا لنا لا ما كاين حتى مشكل لا زهر المهم سمعنا صوتك على خير ان شاء الله ولا تقطع نعاودوا نتواصلوا معك كوني هاني انا غنعطيكم واحد الشربات ان شاء الله جوج ولا ثلاثه ولا لا قدر المهم انا غنعطيكم الشربه ديال الشيشه وغنعطيكم الشربه الاخرى بالخضر يلا واخا نبداو بالشربه الاولى الشربة الأولى إن شاء الله غنعطيكم الخضرة هي الأولى. يلا شربة الخضرة. هي هذه الشربة هذه غنديروا فيها على بركة الله غنديروا فيها كثيرة الجعدة كنقولوا حنا الجعدة. الزو. إيوا كل واحد يعمل له القدر ديالو كاين اللي كيعمل بزاف عنده الأسرة بزاف.
مزيان. هذاك الخضره غادي يدير واحد الطياز ديالو نعطوا له شي شحال ندير شويه ديال الجردان شويه ديال الكبابي شويه ديال الشيفلور شويه ديال بوديجان شويه ديال الفلفل هذاك واش خار زينوا هذا الصبه كتكون فيها جميع الخضر. اييه الخضره اللي عندنا في الدار الخضره اللي عندنا في الدار نديروها ونزيدوا عليها عندنا ما نجيبوش شي حاجه القرعه الحمراء. اييه القرعه الحمراء الاخرى هذيك الخضره اييه نديروا البطاطا القصيه البطاطا الاخرى الحلوه البطاطا الاخرى اللي عاديه المهم نديروا فوقها فوق من الحاجه غنخلطها بالخضره هذه حبه حبه ولا جوج من كل حاجه الخضره على الشبره الخضيره هذه غنسيبها غنغسلوها مزيان وغسلوها مزيان ونسيبها في الطنجره ديال ما تطيب. اييه اييه ديك الساعه نسيبوا نعاود شويه ديال الكرافس شويه ديال المعدنوس ما كيقولناش القصبر عن المعدنوس كرافس بصح اييه لو نديروا له عاود مغرفه ديال اذا كانت بزاف غنديروا المغرفه الكبيره ديال البزار اذا كان هذا نديروا عاود مغرفه صغيره ما كاين مشكل ديال البزار شويه الجبر شويه ديال القرفه شويه ديال الكمون كنديروا حنا حتى شويه ديال الكمون مزيان وكنكبوا له عاود شويه زيت العود شويه زيت اخرى ولا عنده السمن اللي كاجو السمن الحار يدير شويه ما كاجو يجيب العش اييه غنشد هادشي هذا كامل وما طيشه والبصله ايوا لا لا تشد هادشي هذا كامل وغطي ديك الطنجره وغطي له القياس ديال الماء اييه الماء الكافي القياس الماء اللي ماشي حيت هذا هي الخضره ما كيكونش الطحين ولا هذيك هذه ما كتطح كتكون الصبه ديال الخضره اللي بغا يدير اللي بغا يديرها بالحوت غادي يديرها الحوت اللي بغا يدير ليها هذاك القمر غادي يديرها القمر اللي بغا يدير اللحم بغا الدجاج كل واحد الطبق ديالو واخا هذيك كتجي بجميع اللحوم وحنا من هذا الحاجه اللي بغا المهم غندير هذاك شويه ديال اللحم ولا الدجاج ولا القمر ولا الشحكات غنشدو خلطها طيب مزيان غنطحنوها غنطحنوها ملي غنطحنوها نديرها بالزليفه ديالنا ونشربوها بالصحه والراحه اييه غنديرو نوليو نشربها الثانيه هذه ديال الشيشه ديال الشعير شيشه ديال الشعير هي شيشه ديال الشعير ديك الرقيقه ما يغليط الرقيقه هذيك شدوها عاود كنديروا شويه ديال السلايو يغلف واحد السلايو يغلف واحد الكفرونه فليو اييه فليو نديروا واحد جوج كيسان ديال الماء ولا ثلاث كيسان الماء خليو كيغلي ملي كيغلي كنصفيوها بشي حاجه تكون رقيقه ما يبقاش ديك ولا داك الخيوط ولا داك الشيء داك الورق ديال السلايو كيبقى الماء صافي واخا غنحصلوا واحد الكويته داك الماء ديال السلايو يولي عندنا الماء ديال فليو اييه الماء ديال السلايو جوج كويسات ديال السلايو غنكويز زيت غنبدا اللي كتشربوا بها تا جوج كويسات غنديرهم على جنب غنشريو عاود الحليب على حسب الاسره اللي عنده بزاف غيدير بزاف اللي عنده شويه غيدير شويه غنشدو ديك الحليب غنشدو ديك الشيشه غنديرو طيب بعدا شويه الماء شويه الماء عادي طيب شويه كتفتق شويه الا كتوقف الطق كنرقها بديك الحليب واخا نرقها بالحليب حتى كتولي ناجريه بحال غنشربها بالزليفات كنزيدو عليها ديك جوج كويسات ديال السلايو هكذاك يعني داك الحليب كنديرو مع الشيشه ياك الشيشه الحليب والشيشه وديك الكويسه ديال الزيو واخا ونحركو عاد نزيدو طيب غادي داك الشوربه ديال الشيشه تشرب في الفلايو والحليب كنشربوها الناس على الصباح ولا في العشيه ولا في الليل هذه مزيانه البروده الاولى ممتازه للبرد الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك هي الحبيبه ديالنا ونوليو نعاود نعطيكم واحد الصحيه للشعير اها نعطيكم عاود واحد واحد طويجين واحد غدو نعطيكم عاود الحوت كيفاش غيتشرب من الحوت واخا تفضلي نشدو نجيبو السردين ديالنا السردين او كبايده ولا المهم غنحط الكحله ماشي نحط البيضه هاد الحوت الكحله فيها عندها كبايده خلنا ديك السرده حنا كنقولو السرده وانتم ما عرفتش اللي كتسميوها حوت كحله ديك الغليظه اييه كتكون فيها غليظه وفيها رقيقه اللي بغا يكون غليظه رقيقه واللي بغا يكون غليظه فيها كيف ولا السردين هادو بجوج انواع ديال الحوت اييه هادو الا كنتي دابا تشرميله وقليتيهم ما تجيش الماكله فيه محتل دمنا انا غنعطي التشرموله ديالهم كيفاش غنعدلوهم قويطه ديال الناس نديرو جوج دروس ديال التو غنديرو شويه موفر فلفل غبره موفر ديال الكينون وعندنا نديرو شويه ديال الزعط هذا الزعط هذا ندقو مع ندقو في شي مهراز ونطحنو في الماكينه ديك القبيبه ديال الزعط راه تعرفو الزعط غنطحو ديك الزعط غنزيدو في ديك الشرميله ديالنا اللي غنشرملوها غنشدو ديك الشرميله غنخلطو ندير شويه ديال الزويته وغنخلطو غنخلطو هذا كتولي جاريه هيدا في شي قشعر كنشدو ديك الحوت ديالنا كنغسلوها كنفركوها كنزول الراس ديالها نزول الكريش ديالها نصغبوها ديك الزنيطه ديالها كنقطعوها وكلشي كنخليوها الحوت صافي الا كانت السردين زولها تاسك حسوكا برا خليوها غير السردين بوحدها بحق هذيك الكبايله الحاسك ديالها ما كيبغيش يزول هذاك واخا ما يزولش شي واحد غنمرها في الشرميله غنشدو الحوت ديالنا هذا غنقلوها غادي ان شاء الله الغدا او العشاء
غنشرب لها بالليل. اييه غنشرب لها بالليل حنا نفتحوها غنعمروا لها كرشه ديك الترموله ونغلقوها نقلبها هكا جوج معجون اللي بقى فيها وحده فيها وحده يترمل ويغلقها. يرد لها تجي على الاخرى على الاخرى كيغلقها كتجي على واحد والا بغا يغلقها على جوج غير كيفتحوا واحده هنا تفاخذها وكيقطيوها كيعمروها الترميله من داخل ونديرها واحد الباطه ديالنا وكنديرها في الثلاجه. اييه باش كتشرب داك القوام. هذه الطعام الغداء هذه عندها الترموله وخا تشرب داك القوام كله المجمد وخا يطلع عندك هذيك الدعده عندها باش تحسب عليها الصلصه لا غدا ان شاء الله نطينا بالروح باش نخليوها للغدا. وغدا غنديروا شويه ديال الطحين في الكويسر ديالنا ونزيدوا شويه الفلفل الغبره هذاك الطحين غنخلطوا بالفلفل الغبره. اييه الطحين فيه الفلفل الغبره كيولي احمر وخا الطحين بيض كيرجع احمر وكنحمر غدا ديك الحويطه ديالنا مشرمله وكنقيو زويده تتقلى داك قطع جبده في الغبره ما يبقاش فيها الغدا وكنزيدوا الحويطه ديالنا تقلى وهذاك الحوت بالنسبه ديالها كنضربوها الحومه الحومه كتشم الريحه ديال الحوت. اييه بغيت عاود نزيد لك شي طويجين عاود نزيد لك شي طويجين ديال الحوت. واخا غادي نكتفيو بهذا القدر والله يعطيك الصحه لاله زهور تبارك الله عليك سمعنا صوتك على خير ومشكوره جدا يعني لاله زهور من طنجه مستمعه وفيه جدا للبرنامج من البدايه ديالو دائما كانت كتواصل معنا وكتقدم لنا اقتراحات وعندها تبارك الله اقتراحات اللي هما صحيين واللي هما يعني ديال الموسم ديالهم حاجه ديال الصيف صيف وحاجه ديال الشتاء شتاء. نتمنى تكون وصلتكم الفكره كيف ما قالت لاله زهور. وبالنسبه للشوربه نختاروا الخضره اللي بغينا خيزو شيفلور دنجال فلفله الكرومب البطاطا الحلوه البطاطا يعني العاديه القرعه الحمراء القرعه الخضراء ونديروهم يطيبوا في الماء الكافي مع الكرافس مع المعدنوس مع شويه ديال الابزار شويه ديال السكينجبير القرفه كذلك راه هادو كلهم يعني في الوقيته ديال الشتاء كنبغيو حويجات كيكونوا سخان القرفه كتكون شويه سخونه الكمون مطحون على اليد زيت العود فالمعدنوس الكرافس الابزار السكينجبير شويه القرفه الكمون زيت العود اكيد ما كنكثروش باش ما تجيش تنسيمه غالبه على تنسيمه غير واحد الطريقه من كل حاجه وزيت العود شويه ديال السمن الحار الا كان غير واحد شويه ومطيشه وبصله وحده وكنخليو كلشي كيطيب في الماء الكافي. عندنا طريف ديال الحوت نديروه عندنا شويه ديال القمرون نديروه عندنا شويه ديال اللحم اولا شويه ديال الدجاج على حسب اولا شويه ديال الصول على حسب مثلا اولا غير ديك التنسيمه عندنا مثلا غير ديك بحال مثلا كاين انواع ديال الحوت اللي كتكون فيهم واحد الهبره من جهه الجلده بحال الفرخ وغيره فممكن اننا هذاك يعني ملي كنديروا الطريفات ديال الفرخ اولا ديال القرش على حسب شنو متوفر كتكون واحد الجليده الفوقانيه ملي يصيبها لينا يعني مول الحوت ناخذوها لانه كتكون فيها واحد الهبره وفي نفس الوقت راه ملي كنديروا هكا في الشوربه نخليوها غير لي سوب الشوربات راه كتعطي واحد المذاق وكانه دايرين كميه ديال الحوت ونخليو كلشي داكشي كيطيب مزيان ومن بعد يعني كنطحنوها بطريقه العاديه ملي كطحن راه ممكن انا كاين اللي هو في صراحه بالنسبه للشوربات الا بغينا نشربوهم اللي هما صحيين اللي هما خفاف من الاحسن ما تكونش فيها يعني شي اضافه ديال الفرماج اولا ديال القشده الطريه لا كريم فريش ساعه ممكن اننا نديرو بحال دابا هاد الاقتراحات ديال فيهم القشده الطريه فيهم مثلا الفرماج من الفوق كنرجعوها العافيه وعاد كنزيدوها هاد الاقتراحات مي من الاحسن انه هاد الشوربات يتشربوا يعني كيف ما صيبناهم ما فيهم حتى شي اضافات لانه كتكون فيهم الفائده اكثر وكيكونوا صحيين 100%. قلنا وديك الساعه كندفيوها وكنديروها في زليفات. بالنسبه للتشيشه ديال الشعير نتمنى ان شاء الله راه مازال ان شاء الله نعطيو اقتراحات اخرين ديال المناطق كل شوربه وباش معروفه يعني المنطقه. فبالنسبه لهذيك التشيشه ديال الشعير تكون رقيقه ناخذوا فليو فليو غادي نديروه كيغلي في كاسرونه مع جوج كيسان ديال الماء ونخليوه حتى كيغلي مزيان وكيولي اللون ديال فليو باين في هذاك الماء. من بعد غادي نصفيوه صفايه رقيقه يتصفى مزيان وهذاك الماء ديال فليو نحتفظوا به. ناخذوا الحليب على حسب نص لتر ولا لتر على حسب كيف ما قالت لاله زهور عدد افراد الاسره نديروه في واحد الطنجره متوسطه ولا كاسرونه متوسطه ونديروا داك الحليب ونديروا ديك الشيشه ديال الشعير ونبداو نحركوا ومن بعد كنزيدوا هذاك الماء ديال الفليو اللي صفينا وحنا كنحركوا. بالنسبه للتنسيمات راه لكم اختيار ممكن ديروا مثلا على حسب شوفوا مثلا شنو اللي كيجي مع فليو في الاعشاب وحاولوا انكم ديروا قد ما دخلنا هاد الاعشاب قد ما كيجيو مزيانين. والتشعير تبارك الله راه فيه فوائد كثيره دخلوه هكا في حريشات دخلوه مثلا في شوربات هكا والوليدات بصراحه وحتى الكبار علاش ما تعودوا ملي كيكون البرد مثلا وكناخذوا شي حاجه اللي كتدفينا ممكن نرميو مثلا دريسات ديال الثومه صينين
بالنسبه لهاد الشيشه ديال الشعير ممكن انكم ديروا النافع، ممكن انكم ديروا الزرارع اللي بغيتوا اللي تيعجبوكم، راه هادو صحيين بزاف. وان شاء الله دابا مع البرد راه اكيد غادي نعطيو اقتراحات اللي هي خاصه بهذا الجو. نتمنى انه كل السيدات تبارك الله، كل سيده على حسب الاقليم فين ساكنه او الدوار فين ساكنه او المدينه فين ساكنه، تعطينا اقتراحات اللي هما خاصين بهذا البرد، مقبلات دافيين، شهيوات اللي هما ساهلين، وبالتحديد نعطيو مثلا حويجات الكوتي يكونوا فيهم بحال الشعير بحال القمح وغيره، مثلا بحال الذره الدقيق ديال الذره. كذلك نعطيو شوربات اللي هما صحيين، لانه دابا الوليدات الصراحه كيضربوا البرد بزاف وحتى الكبار الصراحه، وحويجات اللي كيقووا المناعه كيساعدونا بزاف، بالاضافه يعني مع الخبراء التغذية اللي كيكونوا حاضرين معنا، فأكيد على أنه كيكون الحمد لله كل شيء متكامل، لأنه كنستافدوا من نصائح يعني في التغذية، وفي نفس الوقت من بين اقتراحات وشهيوات اللي ممكن أننا نصيبوهم في الدار واللي تكون فيهم لذة وفي نفس الوقت يعني يكونوا صحيين. معنا أسيا من طنجة دائما. ألو أسيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا الله، مرحبا. مرحبا، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يخطيك، شكرا أسيا. غادي نعطيك واحد جوج الوصفات. أيه. بالنسبه للمنطقه ديالنا انا. أيه. مثلا انا مزوجه هنا في طنجه، ولكن بالنسبه للمنطقه ديالنا بالكسكس الاحمر. واخا اين منطقه؟ حنا جيت مصرع بالقصيري. اييه واخا. داك كيعدلوه تما الناس عندنا بزاف، هذاك هو اللي دابا خصنا في هذا البرد كيعدلوه بزاف. مزيان. سميته مردود. مردود. هذا مردود هو. هو اللي هذا كسكس احمر كيتبخر غير تبخيره وحده. والثاني كتسيب كتطيبيه في المرقه ديالو. واخا حنا نتبعو معاك، حيت ما بقاش لنا الوقت ان شاء الله، حنا نتبعو معاك مزيان. يلا واخا. بالقديد الا كان عندك القديد احسن، خصوصا في هذه الفتره ما كانش عندك، يكتفي باللحم ولا الدجاج. المهم انا نعطيك الطريقه ديال القديد. كتشدي هذه الطاوات ديري فيها القديد، ديري عليها العطريه عاديه، زيت شويه ديت الروميه والبلديه، وكديري فيها شويه الابزار، الملح، زعفران الحر، هذيك الخرقوم، وهذيك لا ماشي زعفران الاخر، داك الخرقوم البلدي، الخرقوم البلدي والاخر الملونه شويه، واخا وسكنجبير وداك سميتو صافي ومليحه. ايه وصافي، وكتسحري كتخليه يتسحر مزيان. وهذا وهذا والربيع مربوط. ايه مخلط بجوج مربط قزبر ومعدنوس. صافي وصافي، وكتخليه يطير. وفي هذا سميتو تاتهم الا كان خصها غير كان البرد، غير في هذا البرد اللي كنديروا تاتهم. أيه. غير البرد ما كنعملوش نخليو هذاك على الفص بالقشور ديالها. اييه نخليو هذاك القديد ولا هذاك اللحم مع هذاك العطريه يتشحر، من بعد ياك يطيب في الماء الكافي. غير كتشحري، غير كيتشحر شويه وصافي، وكتخليه كتشدي عليه، كتخليه يطيب، كتشدي هذه الخلفت والخيزو. اييه اللفت والخيزو كتقطعيهم طريفات متساويا. وراه كنعملو حنا حتى القرعه الخضراء وهذه، ولكن مع داب فهمتي اللي بغى فهمتي، كنديروا الخضره كامله. كيخل ملي كيطيب القديد كتحيدي القديد ياك، وكتزيدي ديك الخضيره. الخضره فيها انا قلت لك اللي موجود، قلتي اللفت خيزو كديروه، وكديروا القرعه الخضراء ولا الحمراء حتى هي. حتى هي، ولكن الحضر لا ما كنديروهاش دابا، حيت طيب شويه طيب وحيزو ليها. وكتكون عندك الكسكسو عندك ديال الحمر، درتي عليه شغشتيه بشويه ديال الماء حتى رطب، وبخرتيه تبخيره وحده، غير وحده اللي تفور مره وحده. مره وحده صافي. ومن بعد ملي كتحسي بديك الخضيره هذيك القرعه الخضراء الحمراء حيديها، والخضيره الاخرى كتخليها على قياس الكسكسو حتى كيتفور غير مره، وكديري القياس ديال الكسكسو اللي عندك على قياس المرقه. هذا الكسكسو الحمراء. بالكسكسو الحمر. اييه. وكت ملي كتشوفي الخضيره صافي دخلها الطياب غير في طايبه، باش كيزيد يطيب معها الكسكسو، حيت راه بحال البركوك شو كيطيب. أيه. هذا سميتو مردود. وكت ملي ملي تفور كتديري القياس المرقه، وكتخوي ديك الكسكسو في ديك المرقه. صافي، وكتخليه ونقصي وكنقصوا عليه البوطه، وكان يبقى يشرب ديك
المريقه ديالو صافي وكطفي عليه، راه كيجي زوين بزاف. وفي الاخر كديري داك القديد وداك الشيء عاد كيسخن معاه صافي، وكتصبيه نيشان في القفيعه ولا المهم داك الشيء ديال الصراحه. انا هاد التسميه ديال المردود بهذا الطبق اول مره غادي نسمعو، وان شاء الله انا غادي نبحث عليه لانه نبغي نعرف عليه معلومات كثيره. الله يعطيك الصحه اسيا. عرفتي راه فيه زوين كيجي راه خصوصا في هذه الفتره. تبارك الله فعلا. ومني سمع هذا البرد كيبغي حويجات سخان. وصافي. وكاينه عاوتاني طريقه اخرى تيقولوا لها حنجق الثاني، هذا سميتو ماشي بالكسكس الاحمر ولكن بالبقوله. بالبقوله وداك أيه. اللي وداك الشيء داك واخا اسيه اسيه انت لو سمحتي باش نضبطوا هذا الشيء، ولانه الوقت ما بقاش لنا وغادي نضربوا المستمعات وما غاديش يسجلوا معنا هاد الاقتراحات. انا نرجعك للستوندار وخلي رقم الهاتف ديالك ونرجعوا نتواصلوا معك ان شاء الله. وجدي لنا هاد الاقتراحات صافي، وجدي لنا اقتراحات ونسقوا معك الاسبوع المقبل تشاركي معنا. واخا اسيه ان شاء الله. الله يعطيك الصحه وذكري لنا في اقتراحات اللي هي موسميه ديال البرد. تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا الحسن المتابعه والاستماع لبرنامج الملاتي، لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج، صابر فوندل لمياء البكري في البرمجه الموسيقيه، وسميحه عشوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه من